وجود إسرائيل مثل الإخ مثل الإخ مثل عدم وجوده. سبحان الله، أنا برتاح كثير لما بيروح سعيد. مش أصلاً مين ما بيرتاح؟ يعني عدم المؤاخذة وهو سعيد موجود، دايماً بحس الواحد إنه في راقوب عم يحسب له الكلمة. لا مو هيك قصدي، مو هيك قصدي، ما عم تفهم أنت علي يا صهيب. هلأ في ناس مجرد إنك تشوفهم بتحبهم، وفي ناس مجرد ما تشوفهم ما بتطيقهم، بتدب الكراهية هيك جواتك بقلبك. وسعيد نموذج عن هدول الناس. سبحان الله، من أول ما شفته ما طقته لهالزلمة، ما طقته حتى قبل ما أعرف إنه بيطرز تقارير. أنا على الرغم من إني عرفت إنه إسم بينقش وبيطرز تقارير، وعلى الرغم من إني عرفت إنه تطريزه بالتقارير حلو كتير، بس أنا إسم ما كرهته أبدا لسعيد، ضليتني بحبه، بس يعني صرت أتحاشاه تحاشي، نوع من الحذر يعني، على مبدأ بعيد عن الشر وغني له، يعني من مبدأ يا غدار اقسمني في حالي يا غدار. لا تقلي، إي والله الفيزيك تبعه ما بينهضم، هلأ فيزيكه مثل فيزيكك، إيه سبحان اللي خلقك على هالفيزيك، ولا منطقك، بالمختصر المفيد الواحد بيرتاح لك. بالمناسبة سمعان غنية أصالة قلبي بيرتاح لك؟ إيه أنا قلبي ارتاح لك، ما ارتاح له لسعيد، سعيد الواحد بينفر منه كله هيك على بعضه ما بينطاق. سعيد صار ولاده شباب يخزن عين ما شاء الله، أنا اللي فيني شي بينفر، لو كان فيزيكي مثل العالم والإخ والإخ والناس كانت على القليلة شي وحدة هيك رضيت ونمرت على قلبك، إخ رضيت فيني، مو هيك ملحوش باير مثل الإخ مثل الوقف. إلا ما تلاقي، مو معقولة كل البنات يرفضوك. صرت سائل ما إخ ما إخ ما هب وما دب، وما كانت عم قلك ولا واحدة تأمل فيني، مستحيل مستحيل أبصر شو فيني، فعلا مستحيل. طول بالك سهيل، طول بالك، لا مستحيل ولا شيء. انت خليلي أملك بالله كبير، واسمعني منيح وركز معي. شو؟ ركز معي. هلأ معقولة انت يا سهيل سألت كل البنات وقالوا لك مستحيل؟ شلون يعني سألت كل البنات؟ في شي 7-8 ملايين بنت بالبلد، شو بدي اسألهم كلهم؟ حتى باستطلاعات الرأي بيعتمدوا نماذج. لك أنا ما عم قلك اسألهم كلهم، اسأل اللي بتعرفهم. بس ما تقلي إنه بتعرف لي 7 ملايين بنت. ما بعرف 7-8 ملايين بنت، بس يا افتكار أنا سألت سألت كل اللي بعرفهم ولا واحدة قبلت. إيه مو معقولة، مو معقولة سألت كل اللي بتعرفهم، أنا متأكدة إنه ما سألت كل اللي بتعرفهم. سهيل تذكر، دور هون هون، ممكن يكون في شي بنت يعني لسه ما سألتها. سهيل تذكر، شو بنا تذكر؟ يعني قلتك معقول يكون في هيك شي اسم او شي بنت مثلا سقطت مني هون؟ اكيد بجوز. وسدته من اليمين على الشمال ولزقه بالحيط. انت اللي ابنك؟ ايوه. يا اهلا وسهلا. تذكرت لقينا عند الدكتور نازم. ايوه يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يخلينا اياك يا رب. اهلا وسهلا. اهلين وسهلين. يا سيدي بالنسبه للمريض بيهمك امره كثير اذا ما قلقك عندي اذا صار له شيء؟ طبعا ما بينبلى ابني بعدين بتعرف انت. ذكرني بس باسمك اذا بتريد. الاخ محسوبك سعيد النايحة. سعيد النايحة. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. سلمت عليك. اي نعم. اهلين دكتور. اخ شو هالنايحة هي؟ شو هالعيلة هي؟ اخ يا اخ سعيد، اخ لو كل العالم عنده ضمير مثل حكايتك كانت بلدنا بألف خير. كتر خيرك يا سيدي. اهلا وسهلا. ايه دكتور شو بتنصحنا؟ يعني شو وضع المريض؟ والله اذا بكون تتركوه هنيك طبعا ما في امان. ما في أجهزة حديثة والأجهزة القديمة كلها معطلة، عدا عن هيك كمبيوتر ما في، كمبيوتر حدا بيستغني عن كمبيوتر ما في، عدا عن هيك الطبيب اللي عم يعالجه الصفر حشمال والوفيات عنده أكثر من 60%. طيب بشو بتنصحنا؟ رح دلك على المستشفى، إذا استلموا منك بغضون شهر بيرجعوا لك يا وكالة وخلنج، وأنا بشرف لك على العلاج.
أنو مستشفى؟ مسيك مسيك البطاقة وهلأ بعمل لك تحويل لهنيك، بتروح تتفق على التفاصيل كلها. يكتر خيرك، يعني بالمستشفى الحكومي أكيد ما بيمشي حاله. اسألني لي، عم بشتغل هنيك وبعرف. وبيني وبينك لازم يشيلوا الأرمة مكتوبة عليها مستشفى ويحطوا بدالها أرمة مكتوبة عليها المسلخ، بس نحن ما بنحب نحكي مشان ما نكرت العالم. وقديش هي العملية بتكلي؟ هاي التفصيلات بتتفقوا عليها أنت والمحاسب، بتقعدوا على البازار وبتتفاهموا على كاسة شاي بينهي لك الأمور كلها، أنا ما كثير متبحر بهالموضوع. لا يعني مشان تنور قبل البازار بشكل تقريبي، تقريبا يعني. العملية ما بتكلف كثير، يعني بحدود ال 40,000 مو أكثر، بالإضافة لأجار السرير والخدمات، يعني شقة حالة 100,000. مهم يرجع لك خالي العلام يا أخي. 100,000؟ هو بيرجع خالي علام بس منعطب أنا. ماشي، شكرا دكتور. ولو لا شكر على وجهك. نايحة، نايحة وين؟ وين رايك؟ شو تنعطب ما تنعطب؟ إذا حاسس المبلغ ثقيل عليك، أنا بخلي لك إياهم يعملوا لك تخفيضات، تكرم عينك، على كل هلا في أوكازيونات إذا بدك. يعني قديش خصمان؟ يعني شغلة 20% 25%، المهم يرجع لك خالي العلام مثل ما قلت لك. إذا حكينا معهم وكركنا عليهم الجماعة جلادين وتجار وعلى كيفك. قصدي يعني بيعجبوك يعني. شكرا. أهلا وسهلا. الله يسلمك. أهلا وسهلا. ألين نايحة. أهلا وسهلا. شرفت. كل يوم تعب. غيرو. يلا تنام يلا تنام لا تبح لك طير الحمام، روح يا حمام. اسمع حبيبي. لك حمام. يلا تنام يلا تنام لا تبح لك طير الحمام، روح يا حمام لا تصدق. شو اسمه اخوك ولا؟ زياد. زياد؟ روح يا حمام لا تصدق لا تضحك على زياد ينام. ماما امي امي شوفي ليش عم تصرخي؟ ما حميناه. غيري له امي، مبين عليه عامل شيء بال... انا بدي اغير له. يغيري له يعني انت ما حدا غير لك؟ بكره بدك تصيري ام. يلا كون حمه بدي اغير لك انا. ادرس سوق انت سوق. نعم نعم ان شاء الله. نعم نعم غمض عيونك. نعم نعم نعم. حاجة تنفخوا ها ونفخة تنفخكم تطيركم من وشي. ما رح يجي، هاي صارت ساعة 8:30. شو بدك الموعد انجليزي؟ يا ماشي على رجليك، ما بتعرف شو مقدر عليك. هلا ما بتلاقوه الا نط بيناتكم. ايه بس لازم كان واحد منكم يضل معه مشان يجيبه. واحد منكم؟ مو نحنا، نحنا دمنا فاقر منه. أصلاً ما بيحبنا نقعد معه. شو بك أبو كباش؟ من الصبح ساكت ما تحكي لك شي كلمة؟ خايف إذا شاركت تقوموا تزعلوا مني. لا أخي شارك شارك، ما بزعل منك، شارك. أخي أبي معه حق. يا عيب الشوم عليك يا ابن الجامعة، أنت عم تحكي هالحكي؟ الطبيعة منحته القوة، شو بدكم ناي نط على الحيطان يا أخي؟ اتركوه يتجوز، بجن إذا ما تجوز. جن أخي؟ اجينا احسن ما يبس لنا 4-5 اولاد من الثلاث ربايتهم وفوقهم منا يشاركونا بالورثه. انت هذا اللي شاغل بالك الورثه؟ بالي انا؟ بالي ولا بالك اخي؟ وامك اللي تعبت وربتك اه ما لازم تفكر فيها؟ اخ لا تبيني وطنيات، لا تبيني وطنيات بنوفا، لسه هداك انت عطري عم تبي شو شاغل بالك؟ تضرب منك اله ومنه الك، حاجه بقى مثل الديوك. المفروض هلا تكونوا متفقين على كلمه واحده، مو يجي ابوك يقوم يحل بيناتكم الخلاف. انتم بدكم تفهموه لابوك، مو ابوك بده يحجز بيناتكم مثل العاده. بدي طالعين اللي ما بسوى، ما كلياتنا عم نفكر بالورثه. بعدين يا عمي عنا اولاد بنربيهم وبنطعميهم. انا برايي نقوم نروح لعنده. اه وبلكي نحن رحنا من طريق وهو اجى من طريق. لك يا اخي اذا اجى وما لقانا هون وصي جمانة تقول له انه يستنانا، لانه نحن مضروبين على امتنا وراجعين لهون. شرفوا مشان ما نفسح له مجال يملص. يلا. ما قال لك وين راح؟ تنقال قواله. ما قال لي شيء، ما بيحكي معي. لا وين يعني بيكون راح؟ بيكون عند العروس. لا، ابوك اذا وعد ما بيخلف، اكيد بيجي. ابن النايحة هاد، إذا قال بيفعل. لكن وينه؟ ليش لهلا ما اجا؟ ابصر، بيكون حدا دراه إنه حضرتكم موجودين بالاجتماع. لك أنتو شو جابكم؟ مين خبركم؟ ها؟ أنا قلت له. منصور كم مرة فهمتك انت ما تتدخل منه؟ انا بدي حل الموضوع بمعرفتي وبدون وجوده. ما بيصير، المشكلة بتخصنا إلنا ونحن لازم نكون موجودين. لك يا زهير انا بدي حل المشكلة ولا بدي حجز بينكم وبين ابوك؟ اصلا ما بينوب المخلص غير تشقيق اواعي. ولك بدي حل المشكلة، انا ماني فاضي لكم، انا عندي مشاكلي. ابني كمان ملطوع بالحبس وبدي اتفضله انا. الله يفك اسره.
ويرى ابن خلدون أن لقيام الدولة سببان، الأول هو أمن المجتمع، والثاني هو عصبية العشيرة، لأن النظام الاجتماعي له شكلان، يعني حضري وبدوي، ويحدها من الشمال حمص ومن الجنوب درعا، وتقع حوضة دمشق في منتصف حلب. ويا من شغلت البال، أنا حالي بعدك حال، وعلى دلعونة أمي. إيه شوفي أمي، في شي غلط من اللي حكيته هلأ ولا صح؟ لا لا كفي، بس يمر غلط أنا أصلح لك. شو تصلحي لي ما تصلحي لي؟ كنا بابن خلدون، صرنا بحوضة دمشق، خلصنا بعلى دلعونة. وين شاردة أمي؟ مساك، عقلي مو معي. وينه؟ شو وينه؟ أخوك علاء أبصر كيف حالته هلأ. هذا ولد مو مثلك. لا تخافي عليه أمي، لا تخافي عليه، بعدين ما معه محمود صاحب السيارة. وشلون الجو جوا؟ برد ولا دفا؟ حريق يا أمي حريق، وما في منفس هوا وروايح، وكل شكل بيقطع الرزق أكتر من التاني، وكله كوم، وهذا أبو مهند أبو الشوارب كوم. بس بس بكفي، كله بسببك لأنه أخوك بالحبس. أمي أنا شو دخلني بعلاء؟ أنا اللي لزقت الرجال بالحيط. لو ما أبوك التهى فيك ولحق موضوعك ما كان علاء أخذ التاكسي. ماما أنا ما عملت شي، لو إني عامل شي معك حق تلوميني، بس هن تبلوني تبلي. ما كان في داعي تفوت بنوب، من إمتى صرت مصلح حنفيات؟ ماما ماما هلكني، ما عم ينام، بحطه على التخت بيبكي أكتر. لك أمي تحملي شوي، كل الأولاد هيك، روحي لقي له حل. لقي له حل؟ زياد زياد بدي لقي له حل. إلهي بتجوز، إلهي بتجوز، إلهي برسل. شو عم تبربر هاي؟ مساء الخير. أهلين مساء النور. أهلين بابا. عود لا تعمل لي مجب. عود أبو زهير إجا ولا ما إجا؟ لا لسه ما إجا. إذا إجا خليه يستناني، أنا برجع ما بطول. وين رايح؟ بعدين. لك خليك لنشوف شو بدنا نساوي مشان علاء. الله معك بابا. يلا أمي، يرى ابن خلدون. لك هلا وقت الآن. مين؟ عزرائيل؟ لا مرتك ابن عمي. وفاء؟ وين أنا؟ بالجنة ولا بالنار؟ لا بالجنة ولا بالنار، أنت بالمستشفى وبألف خير، لا تخاف. الأولاد صار لهم شيء؟ مثل السعادين، شو بده يصير لهم؟ أنت اللي لزقتك السيارة بالحيط. وينهم؟ بألف خير، لا تاكل همهم. طيب يا عم بدي أشوفهم قبل ما أموت. الدكتور مانع عنك الزيارات لحتى تتعافى. طيب شو اللي صار؟ أنا ما عم بتذكر شيء. انت بتعرفي شو اللي صار؟ يا ابن عمي لا تحكي كثير، الحكي مو منيح مشانك، بكره بس تتعافى بقول لك شلون لزقتك السياره بالحيط. ليش بالي؟ جيبي لي مي بدي اشرب. ما بيسوى تشرب مي هلا، طول بالك شوي. يعني اذا بتشرب بموت؟ اوهو ما بتموت. وين انا؟ شبهات كمان؟ كمان لزقوا بالحيط. أنا سعيد. يا أهلا وسهلا سعيد. أهلا وسهلا. أهلين وسهلين. الله يسلمك. تفضل. الوالد موجود؟ إيه لا تخاف تفضل. لك وين رايح تعا؟ أكيد الوالد موجود. إيه ليكو قاعد هون. طمنتيني لأنه مو شغل حبوس أنا. أهلا وسهلا. تفضل تفضل. أهلا وسهلا. حيط الحيط ويا ربي السترات. على شي لا تؤخذني، بس اللي مو اكل مغراني ما بيعرف شو الحكايه. يا اهلي 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 وسهلي. عفوا، يعني انا جيت اتشكركم لانكم سحبتوا الدعوه. لا شكر على واجب، انا بتهمني مصلحه البنت، وطالما مصلحتها ما تاذيت نحن ما لنا غايه مع ابنها. صحيح الخبر اللي سمعناه انه ابو زهير طالب القرب منكم؟ اي نعم، وانا على الاساس سقط حقي. بس يعني مو شايف الشغله فيها ظلم؟ ظلم شو؟
يعني قصدت انا يا بنتي فرق السن؟ رح يصير عمري 40 سنة، شو بدي استنى يصير عمري 70 سنة؟ لا بس يعني شوفي لك واحد ارمل، واحد عزابي، واحد ما يكون عنده مرة تتأذى. قومي اعملي قهوة. مو نحن اللي بندور على العريس، العريس بيجي لعنا. مو ناقص غير تقول حطوها بالفيترينا ودللوا عليها. انا ما عم بقول هيك، بس يعني اذا بتستنوا شوي بيكون افضل، بلكي الله هيك بيبعث لكم عريس ملائم. اخي استنينا بما فيه الكفايه، بدي امن مستقبلها قبل ما احط راسي. لك انو مستقبل لك ابو سعاد؟ يا اخي ابو زهير بعد عمره طويل بجوز يحط راسه ويموت قبل ما تحط راسك انت. مو مهم، المهم يامن لها مستقبلها ويشتري لها بيت ملك. بدي امن عليها قبل ما احط راسي. هلا ضميرك بيطاوعك انه ابو زهير يقلع مرته من البيت، البيت اللي عاشت فيه طول عمرها، مشان تامن بنتك قبل ما تحط راسها. اي ما راح يقلع مرته، راح يشتريها لسعاد بيت جديد. منلو ما معه الوتكه. هو حكى هيك. اذا ما راح يصير هيك ما راح اجوزه اياها. هلا مو الافضل انكم تتروا قبل ما تتورطوا بقرارات سريعه. اخي خلي رايك لحالك. بدك تحكي روح احكي مع اخوك، مو معي. لعما فوما نزعتوا سمعه البنت، ما بدكم اياها تنسدر كمان. هلا طول بالك بايدك معصب. ان شاء الله مره ثانيه بمر لعندك وبتكون رايق. لا اخي لا تمر. ولا شو بدك تمر؟ شو بدك تعمل؟ لا تعصب علي. بعتذر. يلا معك. لا تساوي قهوه. شلون صار؟ لك يا عمي يا عمي، انت بتخلي الواحد غصب عنه ينقرق منك. كل ما تحسنت شوي ترجع بتلتعن اكثر. ليش لتكتر غلبه وتقله على البيت؟ هلا اولادي بيقوموا علي. ليش لحتى يقوموا؟ حقها هاد، مثل ما انت حقك تتجوز، ما حدا له علاقه يا اخي. خلص عمي، انتهت المقابله. علاء النايحه. نعم. محمود الزهره. نعم. قوموا طبوا اغراضكم، بعد شوي اخلاء سبيل. سقط حقه؟ ايه سقط حقه، لازم تروحوا لعنده على المشفى تبوسوا له رجليه، واحد غيره ما كان سقط حقه قبل ما يبيعكم اواعيكم اللي عليكم. انا ماني مشترك بالجريمه، بيطلع لانه الرجال سقط حقه، بس علاء شلون رح يطلع؟ ما في حق عام؟ حدث لانه بكره بيبعتوا له من المحكمه وبيعملوا له حكم مع وقف التنفيذ. وليش مع وقف التنفيذ؟ حدث قلنا لك، شو ما بتفهم؟ بس هيك ما بيصير، لازم يصير في اجراءات رادعه. هيك عمو محمود هيك؟ انا الحق علي ما لحشت لك سيارتك بالشارع وهربت، خليها تطبش براسك. هلا اذا قدحتك بوكس ونزلتك مثل المسمار بالارض، شو بيقولوا؟ عم يتمرجل على ولد. وانا اذا قدحتك بوكس طيارتك مثل الصاروخ، شو بيقولوا؟ بس انت وياه ولا لا تخلوني فوت اقدحكم كل واحد بوكس، جيبكم زاويه 8 ها؟ فزوا البسوا اواعيكم يلا، قوم شو؟ خلاص لا تنق، هلا بتتحسن على الوصفه اللي اعطيتك اياها. ما بدي يكون دكتور. الحمد لله اللي علاء لطشك بالسياره. شو هالحكي سعيد؟ يكسر ايديه حتى لو كان ابني. طيب لو ما لطشه وزدته من اليمين للشمال، منين كنا بدنا نكسب هيك اخ؟ المثل بيقول لا تكسب اخ الا بعد قتله. لك شبك حاجبك. تسلم الله يخليك. شوف اخي فواز، وفاء اختنا والولاد لا تهكل همهم، ما بينضموا، انا عايش باذن الله ديبك انا. ما بتقصر، نحن شو ما عملنا بنضل مقصرين، اصلا لازم نعملكم تعويض عن اللي صار. طلعتي بالسلامه هي اكبر تعويض، نحن ما بدنا منكم شيء. اخي سعيد اللي عندك طلب. ولو طلب وتمنى اخي فواز، ديبك انا. اذا ما بصير سئله، يا ريت تامن لي سياره تنقل لي اغراض بيتي لعند اهلي على الضيعه. ليش نويت تهج من الشهر؟ لا بس هلا بشهرين ثلاثه ما بشتغل، وما بدي يتبرك علي اجار البيت. مشان اجار البيت لا يكن لك فكري، ها كري البيت علي ديبك انا بنوصل. لا معلش، انت باين عليك رجال منتوف وعلى قد حالك، مو ناقصك بلاوي. هلا انت شو دخلك ان كنت منتوف ولا معبريش؟ انا عم اقول لك ولا يهمك. يعني اخي اسكت شوي خلينا نعرف نحكي كلمتين مع الرجال. خلص ولا يهمك. لا معلش، يعني انا ما بدي اياكم تشعروا بالذنب. اللي صار قضاء وقدر، كنت ماشي على اليسار زتني على اليمين ولزقني بالحيط، وانتم ما بتحملوا مسؤوليته. يعني اخي بس البيت اخده بدون عقد، يعني اذا تركته ما بقى فيك ترجع. كن بقى عم نقول لك ما بيخلوا الواحد يعرف يحكي هون، توجع برا يا اخي. انت البيت اذا تركته ما بقى تقدر ترجع له، واذا بدك تاخذ بسعره مستحيل، بتحط فوقك وتحتك وما بتقدر. خلص انا عم اقول لك معقوله شباب. لا بس يعني انا مشان اجار البيت،
يعني حتى مصروف البيت ما معي أمنه. لا يا أبو الفوز، أنا أخوك ولا مو أخوك؟ أخي. هلا الواحد بس مطلع كوعه شو بيقول؟ آه. سمعت بيقول أخ، لا بيقول عم ولا بيقول خال ولا بيقول جد. إذا ماشي وحدا دعسله على إصبعته شو بيقول؟ آه. ها شفت بيقول أخ، إذا عم يتدحكل بالطريق تدحكل وقلب على رقبته شو بيقول؟ آه. ها بيقول أخ، أنا أخوك ولا مو أخوك؟ أخوك أنا. أخي. خلاص سكر لي على الموضوع سبع طقات وقيمنا من السيرة، محلولة أنا عم قلك محلولة. طيب كتر خيركم. الله لا يكتر خيرنا، لولا أنا ما كنت أنت هون. قوم سعيد قوم. يلا توصيني شي يا أبو الفوز. يلا السلام عليكم. آخ لك شو بدك؟ أعدي على إيدي. يلا سعيد. استاذ استاذ شو لساتكم عم تشاوروا؟ الحقيقة مرته رافضة الفكرة نهائيا، بعدين هو الحمد لله تصحصح وتحسن وضعه، يعني شوية روداج بيرجع خلنج وخالي علام. لا يهمك وضعه، بكرة بيرجع بينتكس. ينتكس ذنبه على جنبه، شو ساوي له أنا؟ لازم توعيه، خليه يفهم حقيقة وضعه. لك أخي حتى لو وعيته ما معه يدفع، الشغلة بدها رش انبوز. ذنبكم على جنبكم، هي أنا نبهتكم، سلام عليكم. الله معك. سعيد، إذا بده ينتكس اعمل مثل ما عم يقلك الدكتور. لك ما حكيت لك هذا مو دكتور، هذا واحد نصاب. طيب لكن بتعرفي قديش طلب مشان وضعه لفواز؟ قديش؟ 100,000. لعمى شو نصاب؟ ما عم قلك شرفي. لوين؟ اخي بدك تضل هيك واقف فوق راسي؟ بيطول حتى يجي؟ اكيد شو بيعرفني؟ قالوا لك اني سكرتيرته، هو رايح جاي على كيفه، قطاع خاص لانه هون دائرة اللي خلفوه. طولي بالك علي يا افتكار، الرجال ظرفه كثير اخفى. يا سهيل يا سهيل، حاجة تدافع عنه، حاجة تدافع عنه، رح تجيب لي الجلطة قد ما بتدافع عنه. اختي كان اوعك تفكريني عم دافع عنه لانه هو شو اسمه. انا لا، انا عم اقول بس الرجال انه اخ ظرفه صعب بس شو ما كان يكون. ايه لا تاخذنا. شو عم تحطيني بالمقلاية؟ لك بعدين معك. صباح الخير. الله لا يصبحك بالخير، والله لا كان جاب الغلا. شرف عندك ضيف صار له ساعة فوق راسنا. اهلا اهلا سيد محمود. اهلا وسهلا. شو سأوك قهوه؟ ما بدي قهوه، جاي احكي معك موضوع السياره. اي معلش بنحكي على جنب، مو ضروري نزعج الجماعه. تفضل. ليش احكوا هون؟ كمل نشر غسيل بيت النايحه. غسيل بيت النايحه ما بينشر على هيك حبل ولا قدام هيك حبل. امشي اخي امشي. لك فوت لجوا وبطلها العاده. ايه محمود تحكي هون ولا نروح على القهوه؟ هنن كلمتين ورد غطاهن. السياره لامتى رح تضل واقفه؟ السيارة ما بتشتغل خربانة. وانت بدك تصلحها؟ سألت لي قديه بتكلف؟ 9,000. ماشي، أنا بكرة بأمن لك 4,500. وليش 4,500؟ شبك مو متفقين إنه إذا صار حادث بالنص؟ بالنص إذا كان الحادث خارج عن إرادتك، مو إذا ابنك المصون حب يسوق السيارة بدون شهادة وينط فيها عرصيف. بسيطة أخي، بسيطة، طول بالك. تلتين علي وتلت عليك. 9,000 ما بقدر ادبر لك اياه. ما دخلني. بعدين انا ما عم طالبك بايام العمل اللي عطلت فيها السياره، ولا عم طالبك بالضرر والتعويض تبعي اللي انسجنت فيه بسبب ابنك. بدي تصلحها وبس. والله غمرتني بكرمك، لا تواخذنا باذن الله. امهلني كم يوم وانا بدبر لك المبلغ. الله معك معلم، فضحتنا. اجار بيت ومصروف للرجال وتصليح سياره، منين بده يجيب ابوك مصاري لحتى يسدد كل هالشغلات؟ تقعد بالاكل انت؟ امي انا مستعد، بترك الدراسه، عمر الدراسه، بترك الدراسه وبشتغل وبعوض. تعوض تعوض، الدراسه خط احمر ولا؟ اذا بتفكر تتركها بتبرى منك انا. من الاول ما كان لازم تاخذ السياره، بتعرف حالك ما معك شهاده سواقه وسواقتك على قدها. امي انا قلت لحالي باخذ السياره، بدورها دورها وبرجع بصفها جنب باب البيت. وشو اخذك على طريق المطار؟ قلت الطريق واسع، مقصدر لي قزوره وبشوف حالي قدام رفقاتي. سياره ابوك لانه بدك تشوف حالك، ولا مفكر لي حالك شي ابن مسؤول؟ شبو ابوه لحدا يقرب علينا فضوه. صحيح ابوه مو مسؤول ولانه مدعوم مدعوك، بس بتفرق له حرف واحد. طالما اعترف بذنبه الاعتراف بالذنب فضيله، نعتبر الامر منتهي. هلا انا بربيه وانت انزعه. هاتي الولاد انت الثانيه ومدرسي. خليه مو معوقني. لك هاتي بدي غير له. غيرت له وطعميته حليب وسقيته كل شيء وما بده شيء. ولك ايه مين من حضنك بقى؟ شلو بدك تقدري تدرسي؟ بيلقيكي هيك. ما بقدر ادرس اذا ما كان بحضني. مو تحطي حجة بكرة اذا سقطتي. لا 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 تخافي، ما بحطوا حجة. عاجبينك المجانين اللي مخلفتيهم؟
بابا بدك خليه يعرف ياكل بقى. يرضى عليك وانت عم تدرس ممكن تكتب لي شويه رؤوس اقلام. رؤوس اقلام؟ ايه ما بلحق ابي ما بلحق، المنهاج كبير، انا ما بقدر اكتب راشيتات الي ولك. انت شو بدك بالراشيتات ولا؟ تعلم منك. هلا هذا اللي تعلمه مني؟ ولك يا ابي انا تعبان ومخي تعبان وبراسي 100 شغله، بس يفترض انت شاب ومخك نظيف. اكيد مخ نظيف، معروف لمين جاي. ومفتاح سعيد يمكن اجى ضيوف. مساء الخير عمي. اهلين وسهلين، تفضلوا عمي تفضلوا. ما بدنا نفوت مستعجلين، شو صار معك؟ مشان شو؟ مشان ابي، شفته؟ ما شفته مختفي. وهلا شو بتنصحنا عمي؟ شوفوا عمي احسن شيء نقلي لجوا. شو عم تساوي؟ قولوا لجوا. ما في قدامكم غير تتعاملوا مع الموضوع كامر واقع، لانه حفر جبل بابري اسهل من اقناع تيس، وابوكم عدم المؤاخذه تيس ما راح يرجع عن قراره. إيه بس حضرتك طقيت سترك وقلت انا بقنعه وبحل الموضوع. إيه ما تحل معي، شو عامل لك؟ ليش هيك عم تنبحت؟ شو جيبه اربطه لابوك؟ اذا لزم الامر بنربطه لانه عاله مو معه. لك عيب عليك، هذا ابوك عم تفهم؟ بعدين الشرع والقانون بيسمحوا له وبحق له يتجوز وحده وتنتين وثلاثه واربعه. ابي واحد خرفان ومو عارفان شو عم يعمل، ما بيحق له. ابوك مو خرفان يا حيوان، مو هيك بنحكى. هو ابوك صعيف فاير وعم يتعربش على الحيطان، بس مو خرفان ابوك. بيتجوز وحده ما بتجيب اولاد، احنا ما عندنا مانع. ايه ماشي الحال، هاي البنت اللي نقاها كبيره شوي وفي احتمال ما تجيب اولاد. واحتمال تجيب اولاد، نحن ما عندنا مانع تعمل تحليل. وإذا طلعت بتجيب أولاد؟ من دور له على واحدة ما تجيب أولاد. لك ادور له، أنا شو دخلني له دور له؟ ليش وينه؟ بجيبتي، تعال شوفوا عمي، بجيبتي. لا تواخذونا، ها عصبنا شوي، تفضلوا. أصلي على خير أونكل. الله معك. بالأجنبي. عيلة. شو بكم؟ ليش صوتكم طالعة؟ صرعوني هن وابوهم، قال خايفين يخلف له. وانت ما قدرت تقنعه؟ وين بدي اقنعه؟ ليش عم شوفه انا؟ يمكن اشترى بيت. الف حلفانيه حلف انه ما معه ولا فرنك هذاك اليوم. هيك ابزق. روح لجوا ولا؟ روح لجوا! ابزق هيك طول عمره هيك، كحته وايده ماسكه، بيلعب ملاكمه، ما بيتبهنك غير على حاله. وهلا شو بدك تعمل بمشكلتنا؟ ما في قدامي غير لف على الاصدقاء، بلكي حدا منهم بيتكرم علي وبيديني. انو اصدقاء؟ اما كلهم وضعهم مثل وضعك. مزبوط، بس في صاحبي سرور، هذا شغله البلوك معه ماشي، اكيد بيلتقى له فرنجين معه. ليش لاجلها؟ هلا رايح لعنده انا. الزاد الاستمر. هل عني؟ شو عني؟ شو عني؟ أنا. مين انتو؟ اطلع، عاوزينك جوز كلام. لك ما بدي اعرف مين انتو بالاول. لك اطلع عليك الامان. إيه اذا كان هيك ماشي الحال. خير؟ ابي هون. مين ابو؟ ابو زهير. ابو زهير ببيته. ايه مو موجود بالبيت. ببيته جديد مع مرته. جواز؟ ايه نعم، امبارح المساء. تفضلوا. وين بيته الجديد؟ ما بعرف، ما عطوني العنوان. ايه بشرب من دمك، ايه ما بكون بالنار حتى ما اعطيتني عنوانه. لك اخي قلت لك ما بعرفه شيء. شلون ما بتعرفه؟ شلون وهو بيت بنتك؟ لك اخي ما قلت لي عليك الامان. مزبوط. اخي انا ما بروح ولا بجي، ما بقدر، هن بدهم ياني بيجوا لعندي، اذا ما بدهم ياني بروح لعندهم انا. طيب بس تشوفه قل له ما رح نخليه يتهنى بجوازه. ماشي. ايه مو بس هيك، إلا زهير وياسين بدهم يعملوا كل شيء ليفركشوا لك جوازي. يا أخي فركشوها، فركشوها، أصلاً أنا مالي ممنوع من هالجوازة. خاطرك. مع السلامة. أبو زهير؟ أبوكم أبو زهير؟ إيه أبونا. يا على خير إن شاء الله. لا زهير طاع عليك الأمان. راحوا بابا؟ راحوا.
صاير عم تفهم يا ابو السوس انه شلون خطر ببالك انهم ألموا هون لما شفتهم عرفتهم انه بلادا طبعا بدي ألموا هون. لك ليش يا ابو زويش؟ ما قلت لي انه صغار؟ ايه صغار، ليش مين قال لك انه كبار؟ بيطلعوا من جيل سعاد. ليش سوسو كبيره؟ سبحان الذي خلقها مثل طبق الحربون لساتها باول عمرها. اذا كل يوم والتاني بدهم يجوا يهددوا لي انا ما بقدر، لازم غير البيت انا. يا ابو السوس مستاجر بيت ب 150 ليره بالشهر ومرتاح فيه، وين بدك تلاقي بهالايام بيت بهالمواصفات؟ بسكن معكم. لا عيوني لا، كله الا انا بدي ارتاح ببيتي. ان شاء الله بدي ضل مأنزع على الكرسي طول النهار مشان اشوف حضرتك. طيب اولادك وين بدي اروح من طريقهم؟ لا تفتح لهم. وشو بيعرفني انه هن اولادك؟ وينك؟ انا بركب لك عين ساحرة ما بتفتح قبل ما تتطلع. حاجة بقى ضيقت لي خلاقي. سوسو وبنروح على بيتنا مشان نترحرح شوي. يلا حبيبي. لك يا ابو زهير خلاص انتهت المقابلة. سوسو يلا باي بابا. يا حبيبي صفينا لحالنا، ايه ما وفيت معنا، ما وفيت. مصاري تحت ايدي هلا ما في، بس اذا بدك بأمن لك شغلي خلال شهر ها بصير معك مليون اذا مو اكثر، مو بس 10000. شو؟ اغري بدك تقض علي خلال شهر مليون؟ ما كنت شفتك على الاراضي، شو هالشغله؟ عم نكش على الاثار، اذا لقينا شيء وبعناه بنغنى لولد الولد. الله لا يعطيك عافية، ما بتعرف انه التنكيش على الاثار ممنوع؟ بعرف انه ممنوع، ليش في شيء مسموع عنا هون؟ ايمونا عينهم يقطعوا رز العالم. إيه لا سيدي، الحق معهم. بتعرف حضرتك انه معظم اثارنا موجودة بامريكا وكندا؟ لك موجودة هنيك اكثر ما تكون عنا. ايه شو عليه؟ عم ننشر تاريخنا وحضارتنا وعاداتنا وتقاليدنا، مو احسن ما تضل مطمورة تحت التراب؟ بس تطليع الاثار لبرا عم يحرم البلد من الاستفادة منها. مين اللي قال لك الحكي؟ ايه الاف الناس عم تستفيد، يلي عم يهرب ويلي عم يجيب عملة صعبة ويلي عم يطالع ويلي عم يقبض، بعدين عم ننشر تاريخنا وحضارتنا يا اخي. اخي ما بدي، القوانين صارمة وانا عندي اولاد، بدي عيش الجان مستور الله يوفقك، المهم دبر لي 10000 ورق. ما معي. معقولة معمل بلوك واضرب واطرح وما معك 10000 ورق؟ المعمل واقف صار له شهرين. بس على علمي في طلب على البلوك. في طلب بس مليت انا يا رجل، على هذا دفع وهذا ما دفع واليوم في رمل وبكره ما في شميته، هذا عداك على الوقفه تحت الشمس. ليه عم تشتغل بايدك ولا حاطط عمال؟ مبلا حاطط عمال، بس ما بدك تضل واقف فوق راسه لحتى يشتغلوا. ايه ايه يا مو ايه. يلا تفضلوا. تسلموا ايديك يا حجه. تكرم. الله يعطيك العافيه. بالله يا اهلين ابو سعود. هلا سرو. شرف. ما في حواليك حدا يدينا 10000 ورقة؟ اخ بعرف اكثر من 100 واحد، بس كلهم بدهم يدينوا، الكل بده ياخذ، ما في حدا بده يعطيه. تضرب انت ولا هو؟ بتعرفني بحبها مره ومسناول لك معلقتين سكر. حاضر. لك سرور حتى لو بالفايده ما لي شيء، انا جاهز. يا مو هاتي معلقتين سكر. هذا الحفر على الاثار اعتبرته حرام والفايده حلال؟ هي شيء وهديك شيء. إلك كيل بمعيارين مثل النظام العالمي الجديد، يا كله حلال يا كله حرام. شو يا؟ صار عم تحكي بالسياسة لك سرو. لك إيه لا، بس في معنى واحد مثقف عم يحفر، ما في على لسانه غير النظام العالمي الجديد راح والنظام العالمي الجديد إجا. الله وكيلك يا رجل صرت أحكي مثله. سرور. نعم. ما في عندنا سكر. ماشي الحال بسيطة، معلش يا حاج طول. أهلين أبو سعود. خيو، اعمل مثل صاحبنا هذا المثقف واشربها سادة، إلك الله. تأخرت، شو صار معك؟ اخ شو صار معي؟ تي 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 مثل ما رحتي مثل ما اجيتي. راح المتعوس لعند خايب الرشا. بتعرفي جاء على بالي تنشق الارض وتبلعني، بلكي برتاح بقى. شو رايك نطالع قرض؟ قرض؟ ما بدك الناس تستنانا لبين ما يطلع القرض. اتدين وقول لهم بس يطلع القرض بنسدد. لكان شو كنت عم بعمل انا؟ صلي عم دور على كعاب رجلي كسا ساعة. طيب شو رأيك بلش بالدروس الخصوصية؟ لك حاجة بقى، لسا كل ما دق الكوز بالجرة بتقولي لي دروس خصوصية. شو راح تطالعي يعني بالدروس الخصوصية؟
شو ما طالعت منيح؟ أنا بعطي دروس وأنت من شغلك الإضافي، يعني حتى إذا طالعنا نسى المبلغ منيح. أصلا ما لنا غير الحل. بكرة أنا بقدم على قرض وأنت على قرض، وبس يطلعوا بتنحل المشكلة نهائيا. بتنحل المشكلة العتيقة وبتبدأ المشكلة الجديدة. أنا مشكلة؟ مشكلة الأقساط اللي هي ألعن من الدين. إذا دينك الواحد احتمال يصبر، حتى إذا اشتكى ما حدا بيرد عليه. لكن إذا دينتك الدولة بدها تضل راكبة على ظهرك لحتى توفيها. ويا ويله يا ويله اللي ما بيدفع القسط. شو رأيك ناخد قسط من الراحة هلا؟ تصبح على خير. أنت من أهله. فنجانك كتير حلو يا سهيل، كله بياض. يا عيني، بس هون في غمامة سودة جاية على الطريق. سودة؟ سودة. صباح الخير. صباح النور. الله لا يصبحك بالخير، الله لا كان جاب الغلا. سعيد بتعرف شو أمنيتي بالحياة؟ شي مرة هيك فوت أنا على المكتب وأنا صبحك بالخير، دائما بطلب القهوة وبشربها بحضرتك ما بتشرب. يا افتكار، الرجال ظروفه كتير اخصابي. ما رح رد عليكي. آقي وما رح تلاقي. سهير. بأمرك. إلك ولا للمعزاية؟ خذت، خذت المعزاية. التقى معك مصاري؟ قديش يعني المبلغ المطلوب؟ شي 15,000. 15,000؟ كبير المبلغ، أنا كل فكري بدك شي 100-150 ليرة. لك شو هالسؤال اللي عم تسأله يا؟ بحياتك شفت موظف فيه بجيبته 15,000 ليرة؟ آقي وما راح تلاقي. أنا كنت مفكر إنه ورتلك شي ولتي، يعني ما تتلك شي رئيس القسم وقشيت من وراها. عيب السؤال، عم نسألك إذا معك مصاري. لا يا سعيد، أنت مالك غلطان بسؤالك، بالعكس تمام. بس أنت بتعرف البيرو غطاء، يعني بتعرف الراتب دوب يكفي لعشر الشهر. يعني اوعى تفكرني عم بشتكي. ها لا، هو الراتب المفروض الراتب يكفي لآخر الشهر، بس أنا صريف، أنا صريف كتير، جيبتي مبخوشة. يعني شو عم تكتب؟ نعوي ما علينا هلا. تعرف لك شي واحد يأمننا شغلة بعد الظهر؟ ايه ايه بعرف، هو ما في غيره. عصام عم يدور على شوفير تاكسي، لأنه هو رايد يترك التاكسي اللي عم يشتغل عليه. ليش تحسنت أحواله؟ لا ما تحسنت أحواله. منين يا حسرة بدها تتحسن أحواله؟ ما تقال لحاله بيشتغل على السيرفيس، بركي بحاول ضبط أموري أكتر، يعني لأنه أموره ما عم. شو عم تكتب؟ ايمتى ما بدك فيك تبلش، بس خليني اخذك اعرفك عليه وتتفقوا. ايمتى؟ بعد الدوام نمر انا وياك لعنده، بتشوفه بتتفق انت وياه. كتر خيرك. السلام عليكم. مع السلامه. السلام. يا صادو صباح الخير. صباح النور. تفضل شوف. انا ما كتبت لك شيء، مو كل واحد بيجي بيتغزل فيكي بتجي تتبليني. يقطع عمرك، مين جاب لك سيرة الكتابة؟ عم بعطيك معاملة مشان تسجلها. معاملة؟ معاملة شو؟ هي معاملة تعيين أمناء المستودعات بعربين وجرمانة وحرس وجديدة عرطوز ورحيبة. طيب ما تحكي. ليش أنت خليتها تحكي؟ بعدين أنت الثانية لا تبي تمديله المعاملات بلأمنة مثل رسائل الغرام. خليه يفرق مشان يعرف شلون بده يتصرف. شلون بشق أمر إداري موقع من سيادة المدير العام ومن سيادة الوزير؟ ليش الوزير كمان موقعه؟ طبعاً لأنه استثناء. شو بدي أحكي هلأ؟ قل لهم مثل ما صار، استهتار من قبل تيسير. بتحربي له بيته؟ بتعرفي شو يعني استهتار بتوقيع السيد الوزير؟ إيش بدهم يعدموه؟ عصب. ما في عصب بهالشغلات، يمكن يعتبروها موقف سياسي. بتعرفي شو يعني موقف سياسي؟ أمناء مستودعات بفروع ثانوية، شو دخلها بالسياسة؟ أمناء مستودعات، رؤساء فروع، مدراء أقسام، شي بيهوي. البلوى إنه بتوقيع السيد الوزير، ادعي له. أنا هون أستاذ. شو بدي أعمل لك هلا؟ إن قلت المعاملة ضاعت، حلقولي. أستاذ بس هي مو أول معاملة بتضيع، وما في مرة حلقولك، نعيمك. إيه بس هي بتوقيع السيد الوزير، مو مثل غيرها. إيه طيب شو رأيك أستاذ؟ أقدم لك استقالتي وتأمل لي شي سفرة على كندا أو أستراليا، وبعدين حطوها برقبتي. لا يا، وشو رأيك؟ جوزك إليزابيث تايلور قبل ما أدبر لك السفرة. إيه أنا لو صار علي سفر حدا كنت سفرت حالي. شو رأيك عاصم؟
منعمل حريق بالدائرة كلها ومنقول احترقت المعملة. بتكون تحرق الدائرة كلها. بتكون تحرق الدائرة كلها. شو بتكون تخربوا بيتي؟ حريق وهمي يا عاصم. منرفع تقرير انه صار حريق طفيف بالدائرة ومنعيد صياغة الأمر ومنبعته يتوقع من أول وجديد. ممتازة. الفكرة ممتازة أستاذ عاصم. لك أن نظموا لي محضر ووقع لكم يا الله معكم. الله لا يعطيك الحاجة. توقيع السيد الوزير. توقيع السيد. الله ستر. ضروري شيء توقيع السيد الوزير لحتى تطلع فينا. رجاء خلينا بموضوعنا. يا الله. على شو أحلف لك إنه مو أنا اللي عم أكتب لك. ما في حدا غيرك مهتم فيني والخط قريب من خطك. مزبوط. أول مرة مزبوط أنا. بس بعد منه ما عاد كتبت شيء. لكان من مين القصائد والرسائل الثانية؟ ما بعرف. بس كتر خيره اللي عم يلزق فيني التهمة. بس اللهم إلا إذا كان فيها كلام طالع نازل. لا ما فيها نحكي طالع نازل. بس ازعجني إنه بلا توقيع. مشكلة ما بعرفه. لو بعرفه لشفته وشكرته قلت له كتر خيرك. بس رجاء تكتب بالأخير التوقيع تيسير. نكور لأشوف لأنت بدك تضل تنكور. مرحبا بسام. أهلين. السلام عليكم. عليكم السلام. يا معرفك على رفيق سعيد. شرفنا. الله يزيدك شرف. سعيد حابب اشتغل محلي. مشتغل على سيارة بهالمرة. أنا مقضي عمري على التكاسي. ما عندي مانع. بس بتعرف الشروط ما هي؟ أب بسام بياخد أقل من العالم بمئة ليرة. كل يوم الساعة 11 بتسلم لي سيارة ومعها 400 ورقة، وأنت إن شاء الله بتشتغل ب 2000 ورقة باليوم، ما لي علاقة. ماشي. بعدين وين ما بتحب تشتغل؟ أنت حر، بتحب تصف على باب كازينو، بتحب مع رقاصة كارثة، ما لي علاقة، ما بتفرق مع النوب. وردية الليل عم تشغلها؟ إذا حواليك شوفير بشغلها. أنا باخذها ورديتي. بتقدر؟ هلا أنت شو بدك؟ لا تكلم، اترك علي. ما عندي مانع. بس كل يوم الساعة 6 الصبح بدي اياها معباية بنزين وصافي قدام الباب. صار لي 20 سنة انا هيك. اب بسام دوزن معيار، كل يوم بشتغل من الساعة 6 للساعة 2، لا بيدخن، لا بياكل، لا بشرب، الرجال متفرغ. اكره شي علي الشوفير يبيت السيارة عنده، انا بحب في الصبح شوفها هيك يتمزمز فيها، اتصبح فيها. خلص حط رجليك بمي باردة. ايمتى بنقدر نشتغل؟ ايمتى ما بدك، السيارة جاهزة. بقدر اليوم؟ المفاتيح فيها، هلا روح وصلني على البيت، اتعرف على العنوان وبعدين بلش. طيب ما بدنا نتفاهم على التفاصيل. اخي مثل بعضها، مثل هالعالم، المخالفات والاعطال بالنص، والباقي وكيلك عصام، اساسا هو ما راح يجيب لي رجال غير موثوق فيه. طبعا طبعا. لا ان شاء الله عند حسن ظنك، يلا تفضلوا. شرفوا. زمر عالكون ودور عالفاضي دور ودعاس بنزين دعاس المنحوس بيضل منحوس حط راسك بين الروس وقول يا قطاع الروس وحط راسك بين الروس وي وين وين حط راسك بين الروس وقول يا قطاع بين الروس وليا
ابو الشباب ابو الشباب شو يا اخي شو هاد شو نايم لا شو نايم مالك شايفني مفتح عيوني مفتح عيونك بس نايم اسقينا لحظه شو فيها بتكفي اللحظه لتفوتنا بشي عمود كهرباء وبين دواليب كميون لا سمح الله بس معك حق انا المشكله صار لي من الساعه 2 متأمبز ورا الدركسيون ما ارتحت ولا شوي لك يا اخي روح ارتاح مين ماسكك روح ارتاح مو من شاني من شانك عم اقول لك هالكلام انا ارتاح يا اخي لا تضغط على حالك بعدين هال 200 ليره بدك تطالعهم صدقني بدك تحط قدهم 10 مرات اذا عملت لك شي حادث لا سمح الله معك حق هلا بوصلك وبرتاح اخي ما في داعي توصلني نزلني هون باخذ تاكسي ثاني لا شو نزلك انا طالعتك انا بوصلك لك يا اخي الله يرضى عليك لا تتبقني نزلني مصر مصر يا اخي طيب كتر خيرك اخي وخيرك شرف اسمع لهلا مرني عندي اقتراح شو رايك تستناني لاخذ غفوه بوصله اتركني بهمي الله معه هلا وقتك انت الثاني اجو معنا شو اهلين سعيد شو رجعت فايقيني الساعة 5 بيودي السيارة هلأ الساعة 3 ساعتين بس بدك تنام متفق انا وصاحبها وصل له اياها كل يوم الساعة 6 ما بدي مشاكل كنت توصلها هلأ وترجع تنام برياحتك اذا وصلتها هلأ بدي اضطر اخذ تاكسي بالرجعة للصبح بيكونوا السرافيس اشتغلوا وبرجع بالسرافيس طيب انا رح اقعد بالصالون لحتى ما نام جمانة من كل بدها هيك متفق انا والرجال مشترط علي ما بيت السيارة عندي واللي اوله شرط اخره سلامي Yeah.